التنمر بين الأطفال في منتهى الخطورة، لأنه بيخلق شخصية فيها مشكلة. مشكلة الحول في مصر إن هو ثقافة علاجه ضعيفة. بشوف يعني تقريباً كل يوم طفل مش عايز يروح المدرسة. أنواع الحول إيه؟ في ناس كتير مش فاهمة أنواع. الناس الغير أصحاء نفسياً في المجتمع لازم نعالجهم ولازم نساعدهم. الولد عنده حول فعلاً، والأب والأم واهمين نفسهم إن ده حول كذب. بالظبط، لما يكبر هيتعدل. نوع من أنواع الحول أنا هعمله عند سن 6 شهور، ونوع هأجله. أنا مش بأجله عشان أنا خايفة من عملية الحول، أنا بأجله عشان رد فعل العضلات في النوع ده من الحول أحسن في السن ده. الدكتورة هبة متولي، استشاري علاج الحول للأطفال والكبار والمياه البيضاء وجراحات العيون للأطفال وعلاج كسل العين، دكتوراه طب وجراحة العيون جامعة القاهرة، زميل الكلية الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأوروبية لعلاج الحول وجراحات عيون الأطفال. أربعة في المئة من البالغين في العالم مصابين بالحول، معظمهم بدأ معاه من الصغر وتم إهماله، وأحياناً بيكون الحول عرض لمرض خطير يستدعي التدخل الطبي السريع زي السكر وأمراض الغدة الدرقية والوهن العضلي وأورام الدماغ أو صدمات الرأس القوية أو السكتات الدماغية. إهمال علاج الحول أو الإشارة اللي بيديها لنا على مرض تاني خطير جداً، الاكتشاف المبكر للأمراض الخطيرة اللي بتصيب العين والتعامل معاها باهتمام بيساهم بشكل كبير في السيطرة على المرض والشفاء منه. أهلا بيكم، اسمحوا لي أن أنا أبدأ حلقتي النهاردة من أن أنا أخوفكم، اسمحوا لي بكده، ومحدش يقول أن الكلام اللي هقوله ده يعني مش بجد، لا كلام بجد. الهواتف الذكية في دراسة اتعملت في جامعة سيول في مدينة سيول عاصمة كوريا، جامعة اسمها جونام، لقوا أو ربطوا ما بين إصابة الأطفال بالحول والهواتف الذكية. لقوا إنه الهواتف الذكية قد يكون لها تأثير، وربطوا الكلام بالحول. طيب التدخين دراسة تانية، بس دي اتعملت في واتشكون، ودي جامعة في الصين. رحنا بقى شرق آسيا، مهتمين بالأطفال ومهتمين بالحول. لقوا إن التدخين بيصيب الأطفال بالحول، دي حاجة تخوف تانية، خلي بالكم من الكلام ده. لقوا كمان إنه في علاقة وثيقة، دي دراسة ثالثة بقى، دراسة ثالثة دي اللي عملتها سكاي نيوز، إنه في علاقة بين السلامة العقلية وبين قدرة الإنسان على البصر الجيد. الحول إذن قد يؤدي إلى مشاكل عقلية بالنسبة للأولاد. خدت اللي جاية دي بقى، إنه في مخاطر الكحل، التكحيل بتاع العين للأطفال خطر جدا، النظارات الشمسية المقلدة، تلبس الطفل نظارة شمسية أي كلام، طبعا كل ده بيؤدي إلى مشاكل خاصة بالعين. إحنا قلنا 3-4 منهم خاصين بالحول، فأرجوكم تتنبهوا، وخصوصا إنه الحول شيء مهم جدا بالنسبة للطفل، لأنه في حالة تنمر تجاه الطفل اللي عنده حول في المدارس أو في المحيط بيه قد تؤثر على نفسيته بشكل كبير جدا. النهاردة لقاء مهم حول هذا الموضوع المهم للغاية مع ضيفتي المهمة للغاية طبعا، والتي تبدأ في حوارها دائما، الاستاذ دكتور هبه متولي. من ورانا دكتور هبه. ميرسي يا دكتور ايمن، شكرا جزيلا. شفتي ده انتو فظيع. انا خفت، انا اتخضيت من الهواتف الذكيه. يعني انا التدخين ماشي، ما احنا عارفين التدخين بيعمل كل البلاوي السود، لكن الهواتف الذكيه، هو الهواتف الذكيه فكرتها النير فيجن، يعني ان طول الوقت الطفل قاعد مقرب حاجه وبيبص عن قرب وبيبذل مجهود في ان هو يشوف الحاجات ويشوف الجيمز اللي بتتحرك بسرعه، فده بيؤدي الى ان العضلات الضمه بتشتغل اكثر من اللازم، فممكن يصاب بالحول، وممكن يزود شويه نسبه حدوث قصر النظر.
بس برضو مش معنى ان احنا هنحرمه منها خالص، برضو عشان يعني برضو هي مفيدة لانها بتزود الوعي وبتعرف الطفل عن حاجات وتحسن الذكاء. وانا ساعات كمان بطلبها لما اكون عايزة اعمل اشجع شوية على تمرينات علاج الكسل. ففي international recommendations يعني توصيات عالمية في الاطفال حسب سنهم، يعني السن الصغير سنة وسنتين لا طبعا ده ممنوع خالص، اكتر من السن ده يعني بس المصرح به ساعتين بس في اليوم للنير فيجن او الموبايلات او الحاجات الالكترونكس. دايما لو حد بيجي لي عياده يسالني على نصيحه بقول ممكن تشغل اللي حضرتك عايزه على التي في، يعني ممكن يشغل اليوتيوب على التي في او يلعب الوي او يلعب الجيمز اللي هي بلاي ستيشن، ما فيش اي مشكله فيها يعني، ولكن المشكله في القرب بس ان هي اعمال قريبه طول الوقت. يعني ازاي اشخص الحول؟ يعني ناس كتير بتعتقد انت سؤالك هيبقى ساذج قوي، الحول انا بعرفه بعيني. لا ده سؤال مش ساذج خالص، لانه تشخيص الحول ده حاجه تريكي جدا وخادعه. يعني لازم بيبقى فيه فحص في العياده، ويعتمد كمان على مهارات الطبيب اللي هو بيفحص الحول وبيشوف ده حول فعلا ولا حول كاذب، الحول ده نوعه ايه، افقي راسي، الطفل ده محتاج عمليه، محتاج نظاره، هل الطفل الحول ده هيأثر على الطفل فنبتدي نعالج ولا ممكن نتابع. يعني الحول قصه كبيره بتعتمد على مهاره الطبيب، يعني لا تعتمد مثلا على جهاز مثلا تضاريس القرنيه او جهاز مثلا قياس مثلا ابعاد العين او مجال الابصار، لا التشخيص بتاعي يعتمد على مهارات الطبيب. فعشان كده تشخيص الحول، يعني انا دايما حتى لو حد بعت لي صوره من اي مكان او كده، يا دكتوره انا عندي حول ولا لا، اقول له لا سوري لازم تيجي افحص عشان اتاكد اذا كان ده حول فعلا ولا حول كاذب ونوعه ايه، واشخص على حسب يعني تشخيص نوع الحول ياتي بعده العلاج. التنمر والحول، انت كنت زي ما بيقولوا سباقه في المجال ده وطرحتي مبادرة واهتمينا بيها جدا على مستوى الإعلام، وأيضا أنت عملت بيها ما شاء الله جهد كبير. هو الحول أو يعني جزء من كبير من تخصصي، هو يعني ليه علاقة كبيرة جدا بالتنمر في المجتمع، لأن طبعا والتنمر ده مش بيطول الأطفال بس، لا بيطول الطفل وبيطول الكبير. ممكن واحدة ما تبقاش عارفة تقولي أنا ما عملتش فرحية علشان أنا عندي حول، أنا ما روحتش الكلية عشان عندي حول، أنا مش قادرة خلاص أنا خلصت ثانوي مثلا وعايزة أدخل الجامعة، لا مش قادرة أدخل عشان عندي حول. أو واحد مش عايز يروح الشغل، أو واحد طول ما هو ماشي باصص في الأرض مش بيبص في عين الناس لأن هو خايف من السخرية. الكبير ممكن كمان يشتكي، المشكلة أن الطفل ما بيشتكيش، الطفل بيروح المدرسة ممكن أصحابه يبتدوا يسخروا منه يتطولوا عليه وهو ما بيشتكيش، فجأة بنلاقيه مش عاوز يروح المدرسة، فجأة بتلاقيه بقى منطوي بقى أكثر انطواء لأنه مش عارف يقول إيه اللي مضايقه الحول. فالحول بيشكل خطورة اجتماعية ونفسية على الكبير والصغير. يعني عايز أقرب شوية من الحول، أنواعه وطرق العلاج الغير جراحية. الأول الغير جراحية، هو إحنا أنواع الحول بتختلف من الكبار عن الأطفال. أنواع الحول في الكبار غالبا معظمها بتبقى علاجها جراحي، يعني نادر جدا تلاقي حد في الكبار علاجه نظارة، في بس ولكن مش حاجة شائعة. الأطفال بقى ليهم يعني أنواع أكبر بكتير، في أنواع علاجها نظارة فقط، في أنواع علاجها يعني جزء من الحول علاجه عملية وجزء من الحول علاجه نظارة، وفي أنواع تانية علاجها عملية جراحية فقط لعلاج الحول. وفي طفل عنده محتاج جدا ان هو يعمل عملية حول وبيرتدي نظارة ملهاش اي علاقة بنوع الحول اللي هو اللي عنده، يعني اللي هو مصاب بيه. عشان كده التشخيص في الاطفال مهم جدا جدا جدا، ان انا افرق ده انهي نوع، ده محتاج انهي تقنية، وهل هو الوقت ده الوقت المناسب ان انا اعمل التقنية دي ولا المفروض ان انا ااجل، وهكذا. يعني الطرق الغير جراحية في الاطفال هي النظارة، يعني انا اسمح لي اقول النظاره هي الوسيله الوحيده الغير جراحيه لعلاج الاطفال من الحول. في الانواع التي تعالج بالنظاره، لكن مثلا النوع اللي علاجه عمليه مش هتعالجه النظاره، ولكن انت حضرتك لو سالتني على النوع بس الغير جراحي فمش هقف اقول لحضرتك هي النظاره، لكن مفيش حاجه اسمها ليزر لعلاج الحول ويعني الحاجات التخاريف العلميه اللي لا 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 مش تخاريف علميه، ما ينفعش اقول كلمه تخاريف علميه دي، انا اسف، تخاريف غير علميه غير علميه. هي تخاريف غير علميه وليس لها اي اساس من الصحه وليس لها اي اساس علمي. لا يوجد ليزر لعلاج الحول.
عشان نبقى واضحين بالظبط. يعني وجمعيه طب العيون الاطفال اصدرت بيانات بهذا، واحنا نقلنا هذه البيانات ونكرر هذا الامر كثير. اوكي بالظبط. فهي دي التقنيه غير جراحيه. في الكبار بقى في تقنيات غير جراحيه لعلاج الحول، ممكن حقن البوتوكس، ولكن انا دايما افضله في حالات الحول الصغيره جدا اللي هي النسب البسيطه جدا، او النسب اللي هي نتيجه لشلل في الاعصاب او ما الى ذلك، لكن مش كل انواع الحول. يعني كتير جدا بيقولوا يا دكتور انا عايز اعمل حل من غير جراحه، اقول له لا، انت عشان ترتاح من الحول ده وتصححه وتعيش مبسوط، لا احنا هنعمل عمليه لاصلاح الحول. طيب هنبدا بالاطفال الاول. هنبدا في اي سن يبدا او يجب اجراحه الحول، او يجب عموما العلاج للحول؟ احنا اول ما نشك ان الطفل عنده حول لازم نلجا على طول للدكتور المختص. هو بيفحص الحول وبيقول هل هيتدخل دلوقتي، هل الطفل محتاج نظاره، هل الطفل محتاج تمرينات لعلاج الكسل مثلا نتيجه للحول ده، ايه الوقت المناسب اللي هو هيتدخل فيه. ولو انا قررت ان انا ااجل الطفل، انا مش باجله وبيقعد في البيت، لا انا بشوفه كل 3 او 4 شهور عشان اتابع الحاله. في انواع حول انا ممكن اقرر ان انا اعملها بدري خالص، زي الطفل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده، حول وحشي موجود طول الوقت هياثر على وظيفه العين، فاضطريت ان انا اعمله في هذا الوقت. قد يكون والطفل ده عنده سنتين تقريبا، في بعض الاحوال لا، انا بيبقى الحول يعني الحول نفسه متقطع ولا يؤثر على وظيفه العين، فممكن ااجله شويه لغايه سن 4 أو 5 سنوات. فعشان كده بقول ما ينفعش يبقى في قاعده واحده لجميع انواع الحول وخصوصا في الاطفال. مثلا في حاله زي دي ده حول داخلي او الحول الانسي، وانا يعني جايبه بس الحاله بعد العمليه مباشره عشان نشوف بس الاحمرار البسيط. العمليه بتترك بعض الاحمرار، بيستمر ل3 أو 4 أسابيع بعد العمليه ويختفي. نوع العمليه دي ايه؟ دي عمليه اصلاح حول، عمليه اصلاح حول، عمليه جراحيه بسيطه على سطح العين لا تترك اثر وليس لها ده عمليه في العضلات كده. في العضلات، عمليه في العضلات وليست ليزر. وليست ليزر، لا وليست ليزر. إذن دي برضو ده بقى دي نوع اللي انا كنت بشرحه دلوقتي، اللي هو نوع الحول اللي نص منه نص نظاره، نص علاج ونظاره، ونص الحول التاني عمليه. طفل في الصوره الاولانيه عنده حول نسبته كبيره، لما لبس النظاره تقريبا نص الحول او تلت الحول اختفى، وبعدين في اخر صوره عملنا له عمليه حول للحول اللي فوق النظاره وخلاص بقت عينيه معدوله جوه النظاره، يعني اثناء ارتداء النظاره. في النوع ده انا لازم احترم جدا الجزء بتاع النظاره عشان اتجنب ان الطفل ده يحصل له حول وحشي عكسي لما يجي يلبس النظاره عشان يشوف زي بقيه البني ادمين كويس. فالنوع ده يعني انا مثلا دايما كل اب او ام، طب مش هيجي داخله العمليات ما تصلحيه كله خلاص، انا ما اقدرش اصلحه كله خلاص، لازم احترم جدا الجزء اللي بيعالج بالنظاره واتركه للطفل بعد العمليه عشان يلبس النظاره يتظبط وهو لابس النظاره. حركه دماغه اللي هي فيها تلتنج ديت هو عاملها قصده ولا بيتدلع؟ لا هو في انواع كثيره جدا بيبقى التلت بتاعت الطفل عامل ياخد دماغه او بيلف وشه عشان يشوف كويس، والحالات ديت فعلا بتبقى معظمها سببها الحول، ولكن في الحاله دي لا هو بيدلع. بيدلع. ده برضو حول، ده الطفل سنته صغير تقريبا برضو سنتين وعنده حول انسي. يعني انا جايبه بس مجموعه من الصور لطمانه بس الاباء والامهات، وده يمكن من اصغر السن اللي احنا بنعمل فيه عمليه الحول. هو كان البنت كان عندها 6 شهور لما عملنا العمليه. العمليه امنه وبسيطه وبنعملها في سن صغير جدا، فلا داعي من ان احنا الناس تخاف منها. يعني لا داعي ان حد كبير يدخل العياده خايف من عمليه الحول، وهي اصلا احنا بنعملها الاطفال عندهم 6 شهور. كان لازم تتعمل في السن الصغير 6 شهور؟ النوع ده لازم في السن ده. يعني النوع ده لازم في السن ده. في انواع تانية انا بقرر انها تبقى عند سن سنه، في انواع بقرر ان هي تبقى سن 4 سنين. وزي ما بقول لحضرتك لما بقرر لازم برضو الطفل يبقى تحت عينيا، بتابعه كل 3 أو 4 شهور عشان بس اطمن على استقرار الحاله. ساعات احنا شفنا في احدى العمليات، يا ريت نشوفها تاني، العمليتين اتعملوا في نفس الوقت، لازم العينتين يعني. العينتين. بص هقول لحضرتك حاجه، التشخيص زي ما حضرتك قلت العلاج يعتمد على التشخيص. انا بفحص الحاله كويس واشوف اقرر انا هعمل عمليه في عين او عينتين خلاص. قد يكون الانسان شايف ان هو عنده حول في العين اليمين بس، وانا قرر ان انا اعمل العمليه في العينين، زي مثلا حاله الطفل ده. يعني انا في الحاله دي قررت ان انا اعمل في العينتين مع ان هو مامته شايفه ان هو عنده حول في العين اليمين بس. فده بيرجع برضو لتشخيص الطبيب، وان هو بيشخص اين يوجد اضطراب العضلات الاصلي في العين اليمين ولا العين الشمال.
فكره، انت عارفه الفكره في المجتمع المصري كتير قوي يقول لك ايه يا عم انت هتعمل عمليه بتاعت الحول خصوصا في الكبار هترجع تاني هتتحولي تاني. لا، هو الشائعه الخاطئه دي نتيجه للممارسات الخطا في علاج الحول في مجتمعنا. الحول تخصص صعب وتخصص محتاج زي ما بقول حضرتك مهارات الطبيب فيه، ان هو الطبيب المختص ان هو يشخص نوع الحول فيبتدي يعالجه صح، فيبتدي نسبه رجوع الحول دي بتقل خالص. يعني احنا مفيش حاجه اسمها ابدا الحول هيرجع زي ما كان، ولكن في احتمال ان 10% من الاشخاص اللي اجروا عمليه الحول هم يحتاجوا الى خطوه ثانيه مكمله. يعني احنا مثلا لو اجرينا العمليه دي ل 100 شخص ففي 90% دول مش هيحتاج حاجه ثاني، وفي 10% يحتاج خطوه ثانيه مكمله. يعني ودايما الخطوه الثانيه بتبقى ابسط من الخطوه الاولى. فيعني لا، عمر ما الحول بيرجع تاني زي ما كان بالظبط لو عالجناه بالطريقه العلميه المظبوطه والصحيحه. يعني مثلا دي حاله قعد سنين عمر طويله، راجل شعره شاب ما كانش يعرف ان في علاج الحول في سن الكبير، وبعدين لما عرف جه وصلح الحول. وطبعا كل الحول يضر الجميع الكبير والصغير، والسخريه تطول الجميع الكبير والصغير من قصه الحول في مجتمعنا. الحاله دي ده حول راسي، الحاله دي مهمه جدا لان هو قبل ما يجي لي تقريبا كان اجرى 3 عمليات لاصلاح الحول الراسي ده. وجيها انا يعني نتيجه بس ان احنا بناخد ابروتش خاطئ في علاج الحول، مش بندخل على طول على العضله اللي فيها المشكله او الاضطراب الحركي اللي فيه المشكله في العين. فلما عالجنا الاضطراب الحركي وتشخصناه برضه عشان برضه اجي اكد ان هو الحول يعتمد على التشخيص، لما شخصنا العضله اللي فيها المشكله وعالجنا الحاله فبدا الايه العيان يعني يتظبط ويبقى مبسوط وسعيد. يعني عظيم برضه. هنا الحاله دي يعني عنيفه قوي. يعني هو بيغير الحياه، علاج الحول حقيقي بيغير الحياه حقيقي. يعني اختلفت بيئه في البيئه بالظبط، حقيقي بيغير الحياه جدا. يعني للاسف الحول منتشر في مجتمعنا ومتروك. منتشر منتشر، وثقافه علاجه قليله بدات تتحسن جدا اليومين دول يعني بالتوعيه انا وزملائي، ولكن هو ستيل برضه ثقافته حتى كمان في كتير قوي يعني البلاد العربيه. الحاله دي يعني اعتقد ان العين نفسها نون فانكشن، بس كان لازم تعمل شكلها عشان هي مش شايفه بيها، لان هي العين بدات تدخل جوه لغايه لان هي مش بقتش تستخدمها. فكانت عندها ميه بيضه، فقبل ما تعمل ميه بيضه صلحت لها الحول عشان نعرف نعالج الميه البيضه، ما احنا الجهاز حتى مش هنعرف نشتغل طول ما هي عينيها بالشكل ده. وخلي بال حضرتك حتى الكبار بيعالجوا الحول عشان ولادهم وعشان احفادهم ما يبقوش هم حاسين ان هم عندهم، يعني قدامهم ان هم عندهم نوعين من المرض. دي وسيله التواصل المميزه جدا. يعني الحاله اللي فاتت الاخيره دي، معلش، دي بنشوفها كتير في المجتمع. كتير كتير جدا بتشوفها، وفي المحلات بتشوفها طول وانت ماشي. لا اللي بعديها الحاله اللي بعديها. بالظبط. يعني برضو ان احنا وفي الصعيد، يعني مثلا برضو اخواننا في الصعيد. ايوه هي بالظبط دي بصراحه يعني من الحالات، يعني البنات بيبقوا فعلا تعبانين قوي. والله هو الرجال يعني سواء بنت او راجل، يعني برضو البحث عن الشكل الجيد اهم. طبعا بيحسن الكواليتي اوف لايف، يعني بيحسن جوده الحياه بشكل فظيع. يعني طبعا طبعا. يعني ايه بقى اكتر اللي انت لازم يعني تغيريه في دماغ الناس عن العلاج الخاص بالحول، وخصوصا ان الناس عندها تخوف يقول لك ما اعملش عمليه في عيني ومش عارف ايه. كلام سليم من ناحية المنطقية الإنسانية، لكن من ناحية الطبية طب ما أنت عينك ما بتشوفش. اللي أنا عايزة أغيره للناس في علاج الحول إن بليز يعني روح للدكتور المختص في تشخيص الحول، ويعني المختص في الجهاز الحركي والعضلات وعلاج الحول، لأن هو يعني علم مختلف. فلما نروح لدكتور مختص نبتدي شخص صح، هيبتدي ياخد الطرق السليمه الصحيحه بعيد عن الشائعات. ويعني دايما ما نروحش للراي القاض او الراي الشاذ، لكن نروح للاراء اللي هي الطبيعيه اللي هي كل الناس كل الدكاتره المختصين بيقرروها. الراي العلمي المتسق مع التوصيات العلميه العالميه. العالميه بالظبط. مش الراي اللي جايب حاجه من دماغه بالزبط. اللي بيخوف الناس يقول لك اصل انت لو غطيت عين الطفل هيبان شكله قرصان بالزبط. ومش عارف ايه. ما هو ده العلاج. هو ده العلاج بقى قرصان يبان جاك سبارو يبقى اللي انت عايز تبينه، بس هو ده العلاج. ما هو انت ما احنا ما نلعبش على طبيعه الاسر اللي هي خايفه على اطفالها.
حاجة تانية كمان عايزة أغيرها، فكرة إن كل حد عنده عين ضعيفة وعين قوية وعنده فيها حول، ويقول لأ أنا لو عملت الحول لازم هيرجع تاني، فمش هعمله وهعيش كده ويعيش بيعاني. لأ، تعالى وحاول تعمله، وأقصى حاجة هتحصل إن إحنا ممكن نحتاج خطوة تانية مكملة في المستقبل which is nothing، لأن هو العملية نفسها بسيطة ويعني ملهاش تقريبا أعراض جانبية. فيعني ما تعيش بيه وتبقى متضايق، لأ يعني صلحه وعلي من جودة الحياة. يعني تنورتيني وأسعدتيني كالعادة، ويعني أبدعتي الأستاذ دكتورة هبة متولي استشاري جراحات الحول وجراحات عيون الأطفال والمياه البيضاء، وطبعا صاحب الدكتورة طب وجراحات العيون، وزميل الكلية الملكية البريطانية وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات الحول والجمعية الأمريكية لجراحات الحول وجراحات عيون الأطفال. نورتيني وشرفتيني، خليكوا دايما مع الناس الحلوة.